طيب تعال نروح نشوف كواليس قرعة الدوري الأفريقي اللي أقيمت اليوم وراء عدد من نجوم القارة الأفريقية في هذه القرعة، ومعنا بعد الفاصل واحد من الحكام المصريين الكبار اللي عملوا موسم كبير الموسم الماضي، كابتن الكبير كابتن أحمد الغندور الحكم الدولي المصري. خليكم معنا. والله يعني خلينا نتكلم بصفة عامة، بطولة مستحدثة، أتمنى لها النجاح، وطبعا مبسوط بمشاركتي اللي في أول قرعة للبطولة المستحدثة وتكون في مصر إن شاء الله القرعة يعني. فعموما أتمنى طبعا لكل الفرق النجاح، أو بصفة خاصة طبعا النادي الأهلي الأول بطولة، وأتمنى إن كل الفرق تطلع منها باللي هي عايزاه، لأن كل واحد في إذا كان نادي أو مدير فني حاطط وداخل البطوله دي للهدف ده بصفه عامه. لكن ان شاء الله تكون اول بطوله، اكيد كلنا عارفين ان ممكن تكون اول بطوله فيها ممكن مميزات وبعد كده ممكن يحصل تعديلات، اتمنى بعد كده ان شاء الله البطوله تكبر وتبقى استفاده جدا للكره الافريقيه وبصفه خاصه مصر ان شاء الله. خلينا نتكلم بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي زي ما قلت لك خلي الماتش الاولاني مع سيمبا في تنزانيا، ممكن يكون زي ما قلت لك ممكن يكون مباراه في بطوله افريقيا، ازاي بقى هيلعبها دي طبعا مستر الكوره او النادي الاهلي عامل حسابه على كده وعامل حسابه على اللعيبه، لانه هيبقى عنده بطولات كتير جدا، غير ان لعيبه هيكون عنده لعيبه طبعا هتفي منتخبات وكده، فالموضوع مش هيبقى سهل، فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اعتقد انها بطوله كبيره بالنسبه لافريقيا، ونحن نتحدث عن فرق قويه، وارى اننا امام حدث رياضي كبير، وسعيد بسحب قرعة الدوري الإفريقي الأولى من نوعها، وبالطبع بطولة مهمة، وننتظر أن يكون لها دور كبير في تطوير الأداء الكروي، خاصة أننا نتحدث عن وجود 8 فرق كبيرة. وإذا كنت تسأل عن تصنيف الفرق في المجموعات، أعتقد أننا سنشاهد كرة قدم ممتعة بين أقوى الفرق الموجودة في إفريقيا، خاصة وأن الجميع حريص على حصد لقب. نحن نتحدث عن أهم الفرق الكبيرة في إفريقيا، وبالتأكيد الجميع سيستمتع بكرة قدم مثيرة لنرى التنافس الحقيقي في بطولة مستحدثة، وأؤكد لكم البطولة سوف يكون لها صدى كروي كبير في إفريقيا.